مرحبا بكم في القناه ديالي دعاء منار. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، انتم وليداتكم واحبابكم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الوصفه ديال اليوم كما العاده سهله مهله، غادي نديروا لي بات مع لي زيبيناغ. عندنا هنايا واحد شويه ديال زيت العود، عندنا هنايا شويه ديال لايون بودغ، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، عندنا هنايا كريم فريش، عندي هنايا بوغ اجوتي ان بو دو غورمونديز واحد شويه ديال الفرماج. هنايا عندي لي زيبيناغ اللي غادي تشوفوا معايا التحضير ديالها ان شاء الله. خليكم معايا مع الطريقه. هنا على لي زيبيناغ غادي نديروا التوابل ديالنا هكذا، الملحه خلاص راه كتبقى على حسب الذوق. بالنسبة للزيت ديرو غير سمن واحد المعلقة صغيرة، لحقاش راه عندنا لا كريم فريش. فاش كتكون مكونجلية راه في الساعة كطيب. غادي ندخل التوابل ديالنا، دابا غادي نديرو لا كريم فريش. عارفين لي زيبيناغ راها الصراحة فيها بزاف ديال المنافع. يعني نقدر نخدمها بزاف ديال الأكلات. طيب واحد شوية وتبقى معايا حتى طبق التقديم إن شاء الله. هنايا راني زدت الفرماج ديالي هانتوما كما كتشوفوا، صافي الفرماج داب فوالا. دابا لي زيبيناغ ديالنا واجدة، خليكم احبابي نقدمها لكم في الطبق ان شاء الله. وجدات فيرا مشات عين كما كتشوفوا. هانتوما هنايا زينتها احبابي بواحد شويه ديال زريعه الكتان والحبه السوداء. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، البارطاج مع الحباب والاشتراك ان شاء الله بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش، مرحبا بهم وبارك الله فيكم. خليتكم على خير حتى الفيديو المقبل إن شاء الله.